الطاغوت يزني واهب من ظن أنا لم تني قدري دوما يد تبني غدا ويد تحرس مجد الوطن قدري دوما يد تبني غدا ويد تحرس مجد الوطن معولي قاسم سيفي عشقه نصرة الحق إننا نؤكد بأن وزارة الثقافة والرياضة والشباب ماضية في توجيه سياساتها الشبابية وتنفيذ برامجها والعمل بتكامل فاعل مع جميع المؤسسات الحكومية والقطاعات المختلفة وفق الرؤية الحكيمة لمولانا جلالة السلطان المعظم عزه الله لبناء جيل من الشباب القادر على التفكير والتحليل والإبداع كما وستعمل الوزارة على وضع الآليات المناسبة للانصات للشباب واستطلاع آرائهم بما يجعلهم شركاء حقيقيون في وضع الخطط المستقبلية والبرامج الشبابية التي تستهدف واقعهم والتركيز على البرامج التي تكسبهم المعارف الجديدة وتعزز من قدراتهم. يد تبني غدا ويد تحرس مجد الوطن قدري دوما يد تبني غدا ويد تحرس مجد الوطن معولي قاسم سيفي عشقه نصرة الحق.